تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات ليسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 677.9 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 8.3 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 103.63 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة. وهبط مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال الأستاذ أحمد سعد. أستاذ أحمد، كيف تقيم أداء البورصة المصرية اليوم؟ أهلا وسهلا بحضرتك. السوق النهارده منافس 8 مليار 155 مليون، 7 مليار 577 مليون سندات، و771 مليون أسهم. طبعا بيع مفروض من المؤسسات الأجنبية بفارق حوالي 256 مليون، والمؤسسة العربية حوالي 26 مليون. بالنسبة للمؤسسة المصرية طبعا فارق شراء وشراء مفروض من المؤسسات المصرية فارق حوالي 186 مليون. طبعا أدى إلى انخفاض 70 سهم وارتفاع 39 سهم. بالنسبة للمؤشر 30 طبعا أغلق عند مستوى 10367، نقطة دعم مهمة حوالي 10650 للحفاظ عليها، أو إلا مرة أخرى للصعود والاختبار عند مستوى 10650. بالنسبة للمؤشر 70 أغلق عند 1835، الحفاظ عند مستوى 1700، وهنا مرة أخرى للصعود والاختبار عند 1950. أبرز القطاعات النهاردة قطاع البنوك حوالي نفس حوالي 321 مليون، حوالي 41% من تنزيلات السوق. يلي القطاع العقاري حوالي 116 مليون، حوالي 18% من تنزيلات السوق. يلي الخدمات المالية غير مصرفية، ثم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ثم قطاع الرعاية الصحية. نعم، توقعاتك لما هو قادم من جلسات خلال الأسبوع؟ الحقيقه طبعا الاقبال ملحوظ من المؤسسات المصريه ودعم من المؤسسات في شراء السوق، ده يخلي المستثمر يبص للسوق بنظره ايجابيه الفتره القادمه. طبعا الاحداث العالميه بتاثر على السوق بشكل سلبي خصوصا المؤسسات الاجنبيه، ولكن دعم المؤسسات المصريه يخلي المستثمر مره اخرى ينزل للسوق نظره ايجابيه، وان شاء الله يعود يرتفع مره اخرى. نعم، الاستاذ احمد سعد خبير اسواق المال، جزيل الشكر.